بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المتواصل معكم رب لترضى ومعنا مجموعة الشباب الذين يريدون ان يسالوا اسئله حول التصوف الاسلامي مدى شرعيته وبعض مصطلحاته وافكاره والهدف منه وكيف نطبقه في حياتنا أهلا ومرحبا بكم أهلا بحركة يا سيدي أسئلة النهاردة نعم إن شاء الله تفضل آه مولانا كنا عايزين نسأل النهاردة عن علاقة التصوف والسالكين إلى الله وأهل الله آه آه و وبين آه أهل البيت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل في تلازم بينهم آه هل محبتهم آه وإحنا سايرين إلى الله حبة محبة أهل البيت مثلا واجبة علينا وهل أهل بيت متصوفين ولا مش متصوفين يعني كنا عايزين نسأل في السؤال ده هذا السؤال مكون من شقين الشق الأول هو أهل الله أو هؤلاء السالكون إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا أن نعرف ما الذي يجري في قلوبهم في نفوسهم في أرواحهم في عقولهم حتى أصبحوا تحت هذا الاسم أهل البيت هم الذين قد انتسبوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بركة الأنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من يراعيه في أهله، وهذا شيء طبيعي أمر فطري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرة أهل بيتي وأصبح هذا الحديث آية من الآيات ومعجزة من المعجزات لسيدنا النبي لأن أبناءه ماتوا أمامه في حياته ولم تبق إلا فاطمة عليها السلام وحتى السيدة فاطمة أصر لها بأنها أسرع الناس لحاقا به فماتت بعد شهور ستة من وفاته. هو يعلم أن أهل بيته قد ماتوا أمامه وبين يديه. ثم إن رقية وأم كلثوم والصبيان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لم ينجبوا. والذي أنجب هو السيدة زينب الكبرى بنت سيدنا النبي وفاطمة أما فاطمة فأنجبت الحسن والحسين ومحسن وزينب الصغرى التي هي قد شرفت مصر ودفنت بها، أصل النبي بيحبنا اكمن بنته عندنا، كان عباس الديب له قصيدة فيها كده، أصل النبي بيحبنا اكمن بنته عندنا، والله يحب مصر فأكرمها بأكثر من أربعين من أهل البيت الكرام وكان الإمام عبد الوهاب الشعراني يقول ومما من الله به علي أن مكنني من زيارتهم جميعا يعني عرفوا أماكنهم فزار الأربعين ده اعتبرها نعمة من عند الله ومنه وكذا إلى آخره رأى أبناءه يموتون أمامه ولكن بقي من هؤلاء محسن مات صغيرا وهذا حسن حسين محسن زي بشر وبشير ومبشر أبناء موسى وسمي هؤلاء على أبناء موسى المحسن مات طفلا صغيرا وبقي السيدة زينب وبقي الحسن والحسين ومن الحسن والحسين والله سبحانه وتعالى قادر على أن اصلا لا ينجبون فكان سيدنا الحسن بالذات كثير الزواج قيل انه تزوج مئة امراه فلم ينجب وهذه ايه من ايات الله ان يزوج هذا الرجل هذا العدد الكبير من النساء فاذ بالامر ينحصر في ابنيه الحسن المثنى وزيد الابله وبقية الأبناء ماتوا من غير خلفه، وهو نفسه لم يخلف عددا كبيرا مع أن كثيرا من الناس كالملوك والأمراء والمشايخ القبائل الذين تزوجوا أقل من هذا العدد تركوا أربعين ابنا وخمسين ابنا وسبعين ابنا، وكان فرعون موسى عنده تسعين ابن. وهكذا لكن لما هذا؟ الله يريد ان يقول انا الذي احافظ على اهل البيت كما حافظت على القران الكريم فتكون معجزه للنبي النبي لو كان عبقريا او ذكيا ما ذكر هذا الحديث خيفه ان ينقطع النسل الشريف النبي لو كان من عنده ما قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهو يرى أن كل الكتب السابقة قد حرفت. ما كان يقول هذا إذا كان هذا الدين من عند نفسه ولكن هو من عند الله وهو لا يستطيع أن يغير ما أوحى الله إليه. ف ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مش بإيده وبيبلغ ما أوحي إليه. فقال إنا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظه من عند الله الأمم ما عرفتش تحفظ لكن الله أراد هذا ثم إنك ترى الطفل الأعجمي تركي ملاوي حفظ القرآن وما يعرفش ولا كلمة في القرآن وترى الناس تحفظ القرآن فإذا ترجم معاني القرآن إلى لغة أجنبية لا يستطيع المترجم أن يحفظ ما ترجم. وهو يحفظ القرآن الكريم. يوسف علي أبوه بعته انجلترا علشان يعرف لغة الإنجليز ويترجم إليها معاني القرآن، وكان يحفظ القرآن. لكنه لم يكن يحفظ الترجمة التي ترجم بها القرآن. شيء غريب جدا. شيء عجيب. ولا واحد في العالم حفظ كتابا حتى الكتب المقدسه لم يكن هذا الا القران نجد بقى ملايين ومليانه مين اللي عمل كده؟ انه الله وكذلك عطره اهل البيت الكرام ابقائهم معجزه اما الحسين فمن ابنه واحد فقط والباقي قتل في كربلاء علي زين العابدين ومن الثلاثه احنا النهارده عدد أهل البيت يفوق 30 مليون 40 مليون وهكذا إن شانئك هو الأبتر من شانئه هذا تسعة أقوال في التفسير محدش عارف مين شانئه ده وهو الذي عيره ذلك الشانئ المبغض أنك لا ولد لك فاسمك هيروح لا ورفعنا لك ذكرك فاسمه يتلى في المنابر وفي المآذن في العالم كله وأبناؤه يحملون اسمه وابناء ثم أن اسمه نفسه محمد موسوعة جنسة للأرقام القياسية سبعين مليون وهو الاسم الأول بعد كده الاسم الثاني خمسة عشر مليون يعني الضربة قاضية يعني اما لو اضيف اليه مصطفى ولو اضيف اليه احمد ولو اضيف اليه حتى ما ظنه المسلمون اسما كطه وياسين وكذا الى اخره يعني يبقى يعني ما فيش اي خلينا في محمد اذا نحن امام ظاهره تتعلق ايضا بالاعجاز وكل ذلك في اهل البيت نعود مره اخرى ويمكن هو هذا يعني موضوع حلقتنا من دول السالكين إلى الله سبحانه وتعالى هيا بنا نلخص أمورا مهمة سوف تكون مفتاحا لك ولإخوانك وللسامعين عندما تسألون أسئلة أو تعرض عليكم إشكالات أولا ذكرنا مرارا أن هناك فارقا كبيرا بين حياة النبي وعصر النبي والفارق أن حياة النبي متجاوزة. وذكرنا ثانيا أن هي متجاوزة للجهات الأربعة التي نعيد ونزيد فيها حتى نحفظها. الزمان، المكان، الأشخاص، الأحوال. أهل الله يفهمون هذا. والنابتة لا تفهم هذا. ومن أجل ذلك نراهم يريدون أن يعيشوا عصر النبي. وغير قادرين على استيعاب ان يعيشوا حياه النبي وهم دائما في قلق وفي صراع اما اهل الله فانهم يعرفون انهم بمعيشتهم لحياه النبي يقومون بما عليهم من واجب القضيه الثانيه اننا ندعو الى منهج النبي من اجل اننا ندعو الى حياه النبي ندعو الى منهج النبي وليس الى مسائل النبي وهذه رايناها مع محاوله الالتزام بالدعاء نعم التزم بالدعاء هذه صوره من الصور اما الدعاء الذي تجد عنده قلبك وهو مقصود العباده فهو اوسع من ذلك ولذلك اهل الله والسالكون لا يجدون حرجا في أن يتخذوا من كلام الصالحين في مناجاتهم مع الله بأسا ويجدون صياغا تجد قلبك فيها وهؤلاء ضيقوا على أنفسهم بعد الفاصل نكمل ما المفاتيح التي في بين يدي أهل الله دائما يتعجبون من النابته اذا هم شوشوا ولوشوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عدنا من الفاصل نتكلم عن هذه المفاتيح التي بيد اهل الله السالكين والتي ميزتهم عن غيرهم انهم اولا يفرقون بين حياه النبي وبين عصر النبي وثانيا يفرقون بين المناهج وبين المسائل وايفاء لهذه الكلمه نجد مثلا الشخص الذي يريد ان يقف فقط عند ادعيه سيدنا الرسول واذكاره فانه يخالف بذلك المنهج الذي وضعه فهو في الظاهر هو ملتزم وفي الحقيقه هو يضيق على المسلمين ما وسعه رسول الله يعني رسول الله يقول بالسعه وهو يقول بالضيق وهذه هي الخطوره في الحقيقه ان معنى اتباع النبي وان معنى حب النبي وأن معنى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هو هذا المنهج العقلي الذي اتبعه الشافعي ومالك وابو حنيفة واتبعه عبد القادر الجيلاني والفضل بن عياض وابراهيم بن أدهم واتبعه هؤلاء الصالحون أنهم فهموا المنهج كيف يكون ورأينا من هذا مفهوم البدعه وانه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ولم يقل من احدث في امرنا هذا شيئا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن اجل ذلك نتقبل يا اخي ما فعله سيدنا عمر بقلب منشرح في قضيه التراويح وهم يقولوا التراويح ثمانيه ويصمموا بقت الأمة كلها عبر القرون بتصليها عشرين تبعا لسيدنا عمر وهم طالعين بثمانية حتى علموا الناس الكسل والتأفف من العبادة الصالحون أضرب لكم مثل ثاني يبين ما الفرق بين أهل الله السالكين وبين ال 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 النابته الخشوع في الصلاة معناته إيه؟ وهو يفتش في الكتب وهذا هو الذي نعنونه تحت عنوان النص ومفهوم النص فهو يقف دائما عند النص ويريته بمفهوم صحيح بل بمفهومه هو ويعتبر كل ما سواه يعتبره باطلا في هذا النص ما الخشوع في الصلاة كيف الخشوع في الصلاة سأل واحدا منهم فيقول لك الخشوع في الصلاة أن تنظر موضع سجودك أين القلب أين الرابطة أين الصلة أين الحضور بين يدي الله أين التدبر في آيات الله يقول لك أيوة يا الحاجات دي إنما الخشوع في الصلاة قال ابن عباس النظر إلى موضع السجود لله يفهمون من كلام ابن عباس ان هذا الشخص لما خشع قلبه خشعت جوارحه فنظر الى موضع السجود فكان ذلك علامه طبعا هناك فرق بين العلامه وبين العباده المرتبطه بهذه العلامه يا اخي لا يفرقون هذا الفرق ويحولون كل شيء الى مساله كميه والثاني من اهل الله يفهم هذا في ظل العلاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فتجده اكثر رفقا ورقه وجمالا وده اكثر عنفا وقضاء هناك فارق كبير بين الحياه وبين القضاء، القضاء هذا نلجا اليه عند النزاع. ولذلك تجد انه قد اقام علاقته مع زوجته على القضاء على المكتوف في الكتاب مع حقي ومستحق ثم انه لا يستطيع ان يفعل هذا بكماله فيميل ظلما لها لانها يعتبرها انها الجانب الضعيف ويعتبر نفسه انه الجانب القوي ومجموع هذا يشوه حال المسلمين في العالمين اهل الله ليس هكذا أهل الله يعاملون المرأة معاملة رقيقة ويتكلمون عن الحب بكلام راقي أكثر شخص مقروء في أوروبا هو مولانا مظلانا مين مظلانا ده ولا مولانا مولانا جلال الدين الرومي أكثر شخص مقروء لماذا؟ لأنه من مدخل الحب فالانسان كانسان يميل الى هذا لكن هناك يميلون الى الطقوس والشعائر والظواهر والخطوات الكميه حتى ان بعضهم من ائمتهم كان يقول انكم تدعون الى الاسلام المتميع هو يريد اسلام اين نضع ايدينا في الصلاه بالرغم انها هيئه الهيئه هل اليد على اليد او اليد في الصدر او تحت السره فوق السره أو, او نمسك ايدنا كده اهو وده هو الذي يهتمون به جدا. ثم اهل الله دائما يرون الخلاف بين الناس انه تنوع وتكامل وهؤلاء يرون الحق في طرف واحد وبقية الأشياء مخالفة هي في الجحيم ثم إنهم يختارون كثيرا الأقل وما يسبب النزاع والفرقة والخلاف أضرب لك مثلا هذا الذي يتم عندما يقول سمع الله لمن حمده فيضع يده مرة أخرى على يديه الله فتشنا عندنا في الشافعية ما وجدناش هذا في الملكية ما في الحنفية ما طب بتعمل كده ليه فقال عند أحمد روايتان طب إحنا فتشنا السنة والصلاة على كثرة ما فيها من أحاديث تتعلق بالصلاة وتعظيم شأنها ما وجدناش الحالة دي فإذا كان أحمد له قولين لماذا لا تأخذ القول الذي هو مع الجمهور حتى لا تحدث خلافا وتمييزا ونزاعا وتحويلا للقضايا من حرارة الإيمان إلى نزاع الشكل وتجعلها قضية تشغل بال لماذا تفعل هذا لا إجابة علماءهم بيقولوا الراي الثاني صواب وده صواب فما فيش مانع نعمله بتحرمونا منه ليه طيب فقيه النفس عندما يرى الخلاف يقف مع الراي الذي هو في الاتفاق هناك اشياء هكذا كثيره منها صلاه الجمعه نقدر نصليها الساعه كام فالشافعي وابو حنيفه ومالك قالوا لما اذان الظهر ياذن احمد بن حنبل قال ممكن ان احنا نصليها الساعه 10 الصبح عشان حديث مسلم كذا 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 قلنا له طيب جزاك الله خير انتوا بقى تعملوا ايه؟ تختاروا اللي مشي عليه الناس واللي ايضا الامام بتاعك ما يعني ما قالش انه غلط ولا حاجه ولا تختاروا الحاجة اللي بيها النزاع والخصام. فالفق فقيه النفس بيقول لا نختار اللي فيه الاتفاق خير من الاختلاف. وهكذا أبدا قس بقى على كده حاجات كتيرة. احترام الخلاف نفسه بلاش دي بقى، في بقى في حاجات فيها خلاف والخلاف ده منه كان قديما انه نقرا البسمله ولا ما نقراش فالشافعي قال لك اقراها بصوت عالي ومالك بيقول لا مش ما تقراهاش بصوت عالي واخد بالك فقيه النفس بيقول ايه بيقول انت انت فين قلت له انا بصلي في تركيا بيقولوها ولا لا؟ لا دول حنفيه ما بيقولوهاش، ما تقولهاش. ما تعملش فتنه في المسجد. بس الشافعي بيرى انها واجبه، قولها بصوت واطي. ده اللي مكتوب في الكتب كده. ويسموه مراعاة الخلاف. لكن التاني عايز يشعللها. هو مش عايز يشعللها. هو ضيق الافق. هو بيرحل على مسائل حتى يشغل المسلمين. ولذلك هنكمل الحلقه القادمه حول هذا المعنى ايضا حتى نستوفيها والى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.